ازيكم يا مواليد برج السور، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج السور ليوم الاثنين 18 ابريل نيسان 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 20 ابريل ل 30 ابريل. السكينة والصفاء النهاردة هم عنوانك لليوم ده يا سور. هتحصل من خلالها على سكينة وصفاء حلو جدا لليوم ده واللي انت كنت دايما بتبحث عنهم وبتدور عليهم من خلال القوة الداخلية اللي بتكمن فيك النهاردة واللي بتبقى بتنبع منك في خلالها ثقة ونزاهة كبيرة جدا جدا. هيتطلب منك أصدقائك القريبين منك وحتى زملائك في الشغل إنك تشتغل وتساعدهم وتبقى عون ليهم، فما تتأخرش عن إنك تقدم مساعدتك قدر الإمكان من غير ما تنشغل عن سعيك علشان تحقق أهدافك في الفترة دي. خليك مستعد أكتر. توقعات العشرية التانية مواليد 1 مايو ل 10 مايو. هتلاقي سهولة كبيرة جدا في تعاملاتك الإيجابية مع كل الأشخاص اللي حواليك في الوقت الحالي ده، والكل النهاردة هيبدو منجذب ليك بشكل كبير، وكل الصلات اللي ممكن تبقى بتكون ليك النهاردة هيبقى ليها تأثير إيجابي حلو جدا على مستقبلك، هتظهر في كل مكان بشكل كبير. فبنصحك انك تتأكد انك هتقدر الاشخاص دي حق تقديرهم النهاردة، وده للفوائد اللي بتأتي من خلالهم ولقمتهم النهاردة الشخصية. حتى توقعات العشرية التالتة مواليد 11 مايو ل 20 مايو. في صلابة كبيرة جدا النهاردة في حياتك، انت زي الصخرة، بما انك النهاردة بتنضح بحالة تعتبر خاصة جدا من القوة والاستقرار، ان الناس اللي بيلجأوا ليك النهاردة من اجل المساعدة والدعم هيحاولوا انهم يستخدموا طاقتك دي في مساعدة الاخرين بشكل كبير، وده طبعا هيرد الجميل ليك بالتأكيد في المرة اللي جاية اللي بتبقى انت محتاج فيها لمساعدتهم. لكن بس حاول انك ما تغفلش عن كل اهدافك، لانك الان بتمتلك القوة اللازمة علشان تحقق كل اهدافك.